هنتعرف على قصة دليدا وازاي انتحر كل اللي ارتبط بيها واللي حبها واللي اتجوزها. في يوم 17 يناير 1933 اتولدت يولاندا كريستينا جيجي لوتي في حي شبرا لأبوين مهاجرين من إحدى جزر جنوب إيطاليا. في حي شبرا اتربت يولاندا، اتربت في الحي اللي بيهضم كل الثقافات والتوجهات والاتجاهات. كبرت يولاندا وسط ظروف صعبة جدا، خصوصا وإن أبوها كان راجل متزمت وكان بيفرض عليها رقابة صارمة في الرايحة والجاية، راحة فين وجاية منين، تعالي في وقت معين، امشي في وقت معين، كل حاجة على مزاجه، لدرجة إن البنت كانت قربت تتعقد. وهنا بقى لقت المنقذ ليها، وهو اللي أنها تخوض قصة حب مع ابن الجيران علشان تنسى الهم اللي هي يا عيني عايشة فيه. بدأت يولاندا تكبر وتدور على حريتها اللي كانت بتكلفها مواجهات كبيرة جدا وكتيرة جدا مع أبوها المتزمت، لحد ما أبوها ما مات وبدأت تتحرر من قيوده واحدة واحدة. الوقت ده وبما إن الحالة كانت على القد، كانت ظروفهم المادية مش كويسة، اضطرت يولاندا إنها تشتغل سكرتيرة على الآلة الكاتبة في شركة من الشركات، لحد ما في يوم من الأيام قرت إعلان عن مسابقة لأفضل سباحة فاتنة. صممت يولاندا إنها تشارك في هذه المسابقة. في الوقت ده رفضت أمها إنها تشارك في المسابقة دي عشان ما تلبس مايو، لكن يولاندا العديدة صممت وشاركت من وراء أمها، وكانت المفاجأة إنها فازت بالمركز الأول. كان بقى من ضمن الحضور في المسابقة المخرج نيازي مصطفى، واللي أول ما شاف يولاندا أعجب بيها جدا وانبهر بجمالها وفتحها في فكرة إنها تشتغل في السينما. طبعا يولاندا ما صدقت، وافقت جدا ومضت معاه عقد على إنها تقدم دور صغير في فيلم سيجارة وكاس. وبالمناسبة الفيلم ده كان من بطولة الفنانة سامية جمال، ويومها طلب منها انه يغير اسمها لاسم تاني وهو اسم دليدا، ومن هنا اصبح اسمها الفني هو دليدا. من بعد الفيلم ده اتعرض على دليدا ادوار كتير لكنها رفضتها لانها ما كانتش مقتنعة بيها. وبعد سنة من الرفض اشتركت في مسابقة صاحبة اجمل سيقان في مصر، ومن بين الحضور كان مخرج فرنسي كان بيصور مشاهد في فيلمه الجديد في مصر، عرض عليها انها تشتغل في السينما الفرنسية، وهنا طلب منها هو كمان انها تعدل اسمها الفني، فعدلته من دليدا بالهاء الى دليدا بالالف. في فرنسا بدأت دليدا تاخد ادوار اكبر، وبما انها من هواة مسابقات الجمال سمعت عن مسابقة لاختيار اجمل ايطالية في فرنسا، وبما انها بتحمل الجنسية الايطالية شاركت وكسبت. كان حظها ما شاء الله بومب. وهنا بقى قررت إيطاليا إنها تكافئ بنتها البرة، فتعقدت معها على فيلم كبير بالألوان، عملته دليدا ونجحت، وبدأت من يومها تحط رجليها على أول طريق النجومية والشهرة اللي اكتسبتها بفضل أغانيها وأفلامها. نيجي بقى لأغرب المحطات في حياة دليدا، وهو إن كل اللي حبتهم وحبوها انتحروا. كانت البداية من لوسين موريس اللي اتجوزته واتطلقوا بعد شهر، ولما حاول يرجعها رفضت فقرر إنه ينتحر. بعده ارتبطت بقصة حب عنيفة مع الرسام جان سوبيسكي اللي برضو كمان انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه. وفي سنة 1967 ارتبطت كمان بقصة حب مع شاب إيطالي صغير وهو لويجي تانكو، وكان مغني، ولما فشل في الفوز بجائزة في أحد المهرجانات انتحر هو كمان بالرصاص، فحاولت هي كمان تنتحر وفشلت. الست اتعقدت جدا. بعد كده الحظ وقعها في حب شاب اسمه لوسيون أصغر منها حوالي 12 سنة، وهو كمان مات منتحر. وفي السبعينات عاشت دليدا قصة حب قوية مع مغني شاب اسمه مايك برانت، هو كمان انتحر سنة 75. دليدا لقيت ان كل واحد حبته انتحر، فالست اتعقدت فقالت انا ايه بقى اللي قعدني في الدنيا. ففي 3 مايو سنة 87 نجحت محاولتها في الانتحار بتناول كمية كبيرة من الاقراص المنومة، وثبت وراها رسالة من 5 كلمات بتقول فيها الحياة صارت لا تحتمل سامحوني.